إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عصرك وحو كبلا ميا كتابك العربية بين يديك جزك اللبات حاشد اللباب قولي يستقالي أفرتم ملاحظة النحوية وحوية دبو يجد أموا أفرسي حاجة يملعسي حاجة نحوية الحروف الصحيحة والمعطلة وعن تلماما إن حروف طلع حروف صحيحة أو فيو هي حروف طبقتة حروف العربية حروف عربية أهي وحوقة بسنت الحروف المعطلة حروف طبقتة هي الحروف الصحيحة كو فيو هذا حروف طبقتة وحي الألف يو ويا سد هذا حرف ويا وعكم إذا ألف كوح وقلا حاجة لحظة نو وقلا ألف حاجة ضمن نو وقلا بلو قام قالوا مركو ريبي ألف يهاي قال أو كله وحيري وحجر يا دحدا دعاء ويري وحجر حاجة ضمبي ووجي واكن وجد وهر يقول وحلي يدعو وحكو باقيا بلو قام وقرا سيد وجد أو كله دحدا نو قرا سي يقول أو كله يدعو نو سيد آخر كح يدعو أو كله آخر كوك قرا يبي سو قال يبيع ويبني يا يشتري وسوي بسنيا labadu waa ay yabiic wa marka lacagta doonaysa aad u yeesharin marka aad ugu alaabta doonaysa lacagta jeedo dabadeedna yaaduna saddexdaba way gashaa bilowga iyo dhaxdii xagga dambaba saddexda xarfaha ee xurufu al-illa ma la ilaahda ama xurufu al-mu'talla wa alifka wa wawga iyo yaala hadaba al-xurufu saxaha kuwa fayow baqiyatu al-xurufu xurufta inta soo hadhay jamiicuha dhamaanteed taati waxa ku timaada fi awali kalimati bilowga kalimada way gashaa ووصدها لحد إذا نويكشا وآخرها حاجة إذا دمر نويكشا وأنا حروف وصحيح أولها مثل السات صالحا باب أوكره أو بعض وضعتا بلو غنوه كترتا حاجة دمر نويكو ترتا ابن أوكره كل فعل لحد إكشي عنب أوكره حاجة وضع بيسيو كترتا أو بعض وصالحك سوقال تدريب والليلس ضع خطا حريق مري تحت الكلمة كلمة هوستيدا التي كلمة فيها حرف علة كلمة حرف علة كتيرو حريق خاص مري كما في المثال ست صلاها نوكله وقف محمد محمد بقى استعجب مرك وقف أبو هوصل وايو ووجا حرف علة اثنين عندي خمسة كتب وعنا يستعشن كتاب عندي بعض هوصل سيابة كتيرته أربعة ثلاثة هذه أقلامي كوا نواقل مضيدي أقلامي وهوصل جسا ويابة كتيرته أربعة أكل رامي الموزة رامي وحنا ننقل إلى الموز رامي بخصوص دقيسة يابا كتر تقو حرف علاء خمسة أصير وحن صعودا في شارع ما صعودا وضع واسع ملارن أصير وخصوص مرنسة يابا كتر تقو ياد ربا فينا وخصوص مرنسة يدن يابا كتر تقو شارع وخصوص مرنسة ألف با كتر واسع وخصوص مرنسة وو يألف لبد وو كتر كل هذا هو يدعو المسلم ربه قفك مسلم كأله صبريا يدعو بعض هوس مرنسا وو بقى كتيرة والحرق بعض هوس لجسا سبعة اشتريت العسرة مرباني بسدي اشتري تو أي هوس لجسا يشتري يا بقى كتيرة ثمانية قراءة الكتاب كتاب كبان أخري الكتاب بعض هوس لجسا ويا كتابك ألف بقى كتيرة حرف العلاء تسعة استيقظنا وحن التوصني قبل الفجر وابريق كور استيقظنا بعد هوس لجسا يا بقى كتيرة ألف نو كتيرة حاجة ضمبا خمس عشرة أدرس يا علي علي وبرو أو حد يقو يا وظهرتك سا ألف با كتر علي وظهرتك سا يا با كتر يمكن أحوال فهم المسموع يعني وحي لدقيستين لفهمي ومركز عجلات لدقيستو كتاب كان عجلات بولي لدقيستو استمع واحد دقيستا إلى الحوار وظهرتك عجلات قطوبا ثم أجب كالجواب عن الأسئلة السؤالها واحد ماذا يريد طارق طارق محود دونيا منك الله إلى هذا اثنين هل توافق سارة على ذلك وحاو دونيو ليكون رعصانتا قبل سارة الله إلى هذا ثلاثة هل طارق فقير نكا طارق إلى من فقيره حول
آن هي سنبا أو صبورة أو غني مسوى مال قبل أربعة ما رأيك في طارق طارق نكر لم حاضو أرقتها خمسة متى يصلي جور متكدا ستة كيف عرفت كيف عرفت صارته سدي كو جاتي صاري أنا طارق الله يصلي نكر طارق إلى هي أنا تكنين سبعة هل صارته على حق صار حق ما قص قنطاي أو يدو صح متاعي سؤالها تطول واحد كتير وابي كرتها لما أنتود ما كده جيستو شريط كي عشريت تكلم حتى نهضل تدريب واحد ليلس الكوبات تبادل الأسئلة والأجوبة يسوي أرسله ويديني ورعلين وسؤال يجواب مع زميلك صاحبك نشاط ثنائي وشغل جيسودة والله بارد يسوي أرسنيان واحد هل تعرف الإسلام جيدا دين الإسلام دينة الإسلام خصيفة عن ما أطقانا وسؤال التنين هل درس الإسلام إسلام كم مرة تومر إجتي ولماذا محاضر برتي هذا برتي ثلاثة أين درس الإسلام هل الإسلام خود إجتاد خبرتي أربعة هل قراءة القرآن الكريم القرآن كشرفت بدن ما أخردي أو جزء منه أما غيب القرآن ككم بدن ما أخردي خمسة هل قراءة بعض الأحاديث النبوية ما أخردي أحاديث النبي قار كم بدن ستة هل قراءة كتب إسلامية كتب دين الإسلام كشيء كذا ما أخرستي أو كتب عن الإسلام أما يعني كتب كشيء كذا دين الإسلام ما هي كوا دخل دوام هاي مركا كا أديك أي أرض كا أي كوا دشقيني أما إسوي ديني تدريب اثنين تدريب ثاني وعليه سلبات ناقش كشيء كيست أو يعني كذا ضد الموضوعات التالية موضوعية يعني وأنا صوص عضة مع زملائك الصاحب هذا محول ثلاثة أربعة طلاب صدح أما أفر أرضي يا ذو كود قريب قرا نشاط الفريق مركوي والشقائق قبل سكوه واحد بعض الحقائق العلمية وحيابها رنطة علمية يا قنطة كوسليسا التي كواصو جاءوا كربها وحيابها رنطة يا قنطة علمية سين سمع دي القرآن الكريم القرآن الكريم كعدي قار كمذا كدوضة وكل دوضة صاحب هذا اثنين الإسلام دين الناس جميعا الإسلام هو دين تدق أورن يعني عدان يمدو قارده هورن إلهي وسود الشيعة الله رعد أيو قارته مجر ودين عالمي ثلاثة النبي الأمي نبي قام وحنا قريتين وحنا أخرجين محمد بوها صلى الله عليه وسلم أربعة لماذا يفهم بعض الناس تذكر قارب محي أفهمان الإسلام إسلام كفهما خاطئا فهم أما قرش قلتا أما سقلتا محي أفهمان وما كنا أقوم في عون اللهين هذه الشهر أخريان سيد صوم الرئيس كتبها القرآن عدو الإسلام أي دين تكقاتاً فكرة قلتاً أو يوقاتاً دين آن صحاهين بأوقاتاً وإن تاني دين تبرن إيه آني فهمين خمسة كيف يفهم الإنسان سدو فهم كراء كيف يفهم الإنسان قفك سدو فهم كراء بن آدن كي الإسلام دين تإسلام فهماً صحيحاً فهم صحا سدو قاتاً كراء دوانو برتاو لك توقفك مركا تهيئة مكانوا ديار قرين فكر في الإجابة عن أسئلة التالية كسي فرصو وقف فكر إلا تجوابته سؤالها صوصعه معيك ليهين ووحيابها لقاوه يدين دونه واحد اذكر بعض الأسماء الأنبياء بعض أسماء الأنبياء واحد سيكتها أسماء النبي ذا قارك من يسمى محمد عيسى موسى إبراهيم نوح شك هل يصح مصورة لكرتا أن يؤمن الإنسان وقفه الرميه ببعض الرسل رسوش إلهي قارك من ذا ويكفر ببعض قارنا وكقاله ما صورت قال ما هو نظر ما يرسوش إلى أدم ثلاثة هل أرسل النبي محمد هل أرسل من يالله صدري النبي محمد النبي محمد لكل الناس مخلوق أدم يالله صدق أدم ها هو الله صدري أربعة ما الدين الذي جاء به كل الرسل وما حد دينته أي رسول لم يذكرها عصر عين ولا إله إلا الله أي يذكرها كلمة التوحيد رسولك استعبتها وليم وحول لا إله إلا الله محمد رسول الله إرقاسي أما كلمة دا أما جملة دا والأسكورها عسنا إلهي مو إله كل العابد أدون كمجروا محمد ورسول إلهي حقيقة الإسلام هذا واحد قتل مامين واحد المامين حقيقة دا أما إسلام كرون أهانتي وامحي الإسلام دينة إسلام كدين توحيد ودينة إلهي كليش إلهي إله لما أقاريش ومحي تلمانتا لا إله إلا الله محمد رسول الله إلهي موي إله كله حق لو عابد عالم كن كم يجرو محمد نور رسول الله الذي رسول بعث الله إلهي الذي بعث له به الرسول الذي هو دينته
بعث الله إلهي كصدر به دين تأرسل الرسول أرضا جميعا لما تلهي محق صدر لا إله إلا الله إلهي من ألك لمجر ديما هردا بأسك وافق سن إلهي من ألك لمجر إلهي بعباد الحق له أكرا حق له لمجر وأولهم رسول واحد أقوه ري رسول إلهي صدر نوح بأقوه ري عليه السلام نبي نوح بأقوه ري نبي آدمي نبي أهين رسول ما أهين رسول نبي لك لدويه رسول الله صدر نبي نوح بأقوه ري وآخرهم وحاوقود نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد بأقوه بي قال الله تعالى إلهي بايري إن الدين دينتو عند الله إلهي كديس على الإسلام وإن إلهي اللوه قاسم الدينتو دين كلاو ترتاء ما ترتاء لغا صواب بلعابة أنبياد أقوه ريسي إلى نبي محمد أقوه بي وهو قاسم إلهي إيا لا إله إلا الله أمبي دينتو أهي والإسلام إسلامكو هو يسوى الدين ودينتا الباقي تري ورقي ودينتا تريسة الذي دينتا صو نسخ النسخ دي جميع الرسالات قبله ديمه كهري أوردن إلهي سودتي دينتا إسلام هو نسخ دي وانا للابي لغمنا نقم كرو إلهي لغم عابد كرو إما كان واحد من لغي سود بلابو مرك القرآن سود دي قال الله تعالى إلهي باوحويري ومن يبتغي قفك دونا غير الإسلام دينا وحان إسلام كان قفك دين كردكتا يا إلهي إله بأنك عابدي فلا يقبل منه لجي لما يو إلهي نكما أقبل يو إلهي حكا أقبل يا كليا قفك إن أكرم يو دينة إسلامك إن كعابدو إلهي دينة إسلامك وقرا أي إلهي كأقران يا إلهي كما أقبل يا دينك وهو هدف الدين تاسي صالح ويكوها بونتهي لكل زمان وقت كستقول لتشوغو نرسو الدنيا دمرسو ودين لتشان قاضي كرتا وأن قبوبين ومكان ملك استوى الدين قف كتشوغنا ولا كان قال دين الاسلام وهو دين الاسلامكو دين هو دين عام بلارن او ودا تال لجميع البشر بناء ادم كودن او عد وليبا انا عد كلا كخين اي لهي عالم كودن سو دري لذا سدا دراديد فقد تكفل الله الهي با حلق قاضي تعالى اسا سريه بحفظ دين دينته الىليو الهي با حلق قاضي وعد وخ كبدلي كرسا ما جرت دين الاسلام قال تعالى الهي بايري إنا نحن نزلنا أنجا سود جني الذكر قرآنك وإنا أنجا له قرآنك لحافظ إلى لنا إنا وعدها بنكرتا وحنك بدلي كرتا مجدته والمسلم قف المسلم كيه لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد أو قرآن مر ميسنا وحده كليدي وإنما يؤمن وحرمين يا كذلك سيدا صوكره سنة محمد الرميسي هاي وحقلوا رمين يا بجميع الرسل فصوشي لهي صوتر أوردن الذين رسوشي سبقوه النبي محمد كوريسي صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى إلهي بايري أوفر قولوا آمنا وحترا وحن الرمين بالله إلهي بان الرمين وما أنزل إلينا يدينتي أنك نلقو سودتي إسلامك وما أنزل إلى إبراهيم دينتي نبي إبراهيم لقو سودتي وإسماعيل دينتي نبي إبراهيم لقو سودتي وإسحاق دينتي نبي إسحاق لقو سودتي ويعقوب دينتي نبي يعقوب لقو سودتي والأصباط دينتي لقو سودتي عرورتي والنبي يعقوب للي وما أوتي موسى هي كتاب كي موسى لسيه التوراة وعيسى النبي موسى عيسى كي لسيه إنجيل وما أوتي النبي يونا هي وحي لسيه أنبياد أردن من رب حق اللهود لوغا كيني إيه دينا سيدارنا هداد مسلمين تتين بإلى هيري لا نفرق مكة لسوعينو بين أحد منهم مديه كمدا كوكرا كما سوعيني لما تضعون وضرهميني ونحن أنا أقول له إلهي بان مسلمون وهو كان سنة سيدارنا هبا إلى هيري دبغا يدنا مسلمين توي ودرميسيهين دمان يعني أنبياء إلهي أوردن إسلام كافرية والإسلام إسلامكم يدعوه وقباقيا مخلوقا إلى رفع الظلم كردرد إن لقد القاضو عن الأفراد تدك يعني قفك والبقار إن وحد به هذا صار لقد القاضو والمجتمعات إيه أمضها إيه مارتي بلسوين كالدنيا دورن قفنا إنا لظلمين يعني قرن إيه أمضنا إنا لظلمين بإسلام فرأي يا مخلوق لذلك سيدا دلاده لذا سيدا آودد وإسلام وظلم قلت دقالما فقد انقادت وحقوه كان سنتي أور رميسي إليه دينة إسلامك الشعوب أمده يشعبية الدنيا دار رمي رغبة يوغو أوتشعل لا رهبة عرسلة وخصبي كما يقادن دينة إسلامك كالقعالة أو قبان أيكو قاتين فوجدت وحا كهشي أمده فيه إسلامك المساواة السنان بين الناس تدكو إن أي دين تسميسو جميعا لما أنتو دبا وآنك لسوعين مدبك لسوعنا لهين
أو دينته أنا مذهب كرسول الله هين إيه أنا أقول وين اختلفت ألوانهم هذي دونان مذهبوا ده هكلا دوادان هكلا دوانادان وعدان يه مذهب يعسان مذهب دونان هنقضانة مذهب الإسلام كم تحق ليه إيمانك يا قلبك تحق ليه واللقاتم حتى أفكوا ده هدوك لدواني هاي أفك الإسلام كم تحق ليه عربي يا أفك لو قال ليه مذنا وبيئاتهم ديجان مذهب هذي كلا دوان تهي قاردوه ده الإسلام كم تحق ليه إيمان بتحق ليه يا إسلام نمو قال الرسول صلى الله عليه وسلم فسول كايلي وكان إسلامك عضيني كلكم دمانتي دديهو لآدم النبي آدم أياد كسو جيدان إسر أهان وآبهنا وآدم من تراب آدم نعمودا لقسمي لا فضل لعرب على عجمي لنا عربيات كما فضل بدنا لنا عربهين ولا لأسود مدمدوب كما فضل بدنا على أحمر مدعس كما فضل بدنا كمدوب كعس كما فضل بدنا إلا بالتقوى عبسيد إلهي أمبا لوك لفضل بديه استيعاب إما كان وحوي معنيه أقول لفهمه تدريب واحد ضع واحد اكتار علامة الصواب علامة الصح واحد صارتها أو علامة خطأ أما علامة خلطك في المربع أفرقيس لها كهرية جملوين كسار ثم صح الخطأ وحي خطأ الصح الصواب تبقى نوحي هو الصح حقا كالكقر واحد بعث الله الأنبياء إلهي وحكو صوت الأنبياء دوردن جميعا لما تود بالتوحيد كلي يلد إلهي لا إله إلا الله أي النبي ولبا كباقي إلهي موياني الله كله حق لقوا عابدا مجره اثنين أول الرسل آدم رسل شعرين آدم بأوهري هل كاسو حوي نوح بأوهري آدم ماهين وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم محمد أودن بي تاسين واصح ثلاثة على الإسلام صالح إسلام هو كوها بوي لكل زمان قور كستا يو مكان قوب كستا أو إسلام هو محمد عنه هذه أدوان إنك استهر مرتو إسلام هو إساقو ما كسي هرية ميل كستو لقنو ليهينة إسلام هو كشقين كرية ميل آن دينت إسلام كل قدق مكرين مجرتو وقت آن لقدق مكرين مجرتو أربعة المسلم لا يؤمن بالرسولي تدك قفك مسلم كي مره ما يسنى رسوشي الذين سبقوا محمد صلى الله عليه وسلم رسوشي إنه محمد كوري مره ما يسنى قفك مسلم كآهي تاسوا خلط ولا خلط إياه أقول لهم يسنى رسول كستا ويدين تاسا فرس خمسة على الإسلام يرفع ظلمة إسلام هو قد القارية ومطع أي عالم كقرد الرضا أي حق الرضا ويساوي بين الناس تدخنوا السمية والناس سواسية ويان تاسين هو صحوة لصحية تدريب تاني لا يسك اللبات أجب كتشواب باختصار سكوبا عما يلي وحصوص عضا واحد من أول الرسل رسوشة وغري نبي الله نوح وغري عليه السلام اذكر ثلاثة من الرسل وعد سيكتا صدح كمد الرسوشة قبل محمد صلى الله عليه وسلم ونبي محمد كوري عيسى موسى إبراهيم إنه لنكرنا ثلاثة ماذا وجدت الشعوب في الإسلام تتك أمضوه يبرسوينك عالم كنوري محاي دينة الإسلام كهلين المساواة سناشة إيو كلاس الرأي الآن عبسيد إله ملوك لفضل البديع أربعة ماذا يرفع الإسلام ماذا يرفع الإسلام بدعوتي إسلام كوحو قطو القاضي الدنيا دوام محاي باقي سمرك الظلمة قردر هذا إيحق دردو قطو التورية خمسة بأي شيء يكون الفضل في الإسلام محو فضل وغسل من هذا إسلامك يوحو غسل من هذا المساواة يو رفع ظلم سناشو يسلام فوق باقي مخلوق وسميه يسلام مركا انقر در هذا ومضى لقد القاضو مفردات وإرأي كلية تدريب واحد ليس كوبات سل بين الكلمات المترادفة حريق سوحد أريد أسكم عنها بخط حريق سوحد وبين الكلمات المتضادة كلمة لها سوحد جيدنا بخطين لبا حريق سوحد فيما يلي وحن صوص عضا أي كتران قارنوا اسكم عنها قارنوا سوحد جيدنا كوا اسكم عنها هل حريق سوحد كوا سوحد جيدنا لبا حريق سوحد أول مباها كاك قرن آخر واسكم سوحد جيدنا لبا حريق سوحد لبا ده أول آخر واسكم سوحد جيدنا بعثه وصادري أرسله وصادر واسكم معنا لبا سوى مترادف لبا ظهر متداد بهاين لبا ظهر حريق سوحد كل هي جميع ومترادف واسكم معنا هل حريق سوحد الناس يا البصر واسكم معنا هل حريق سوحد رغبة هي رهبة متضادة واسكم سوحد جيداني لبا حريق سوحد بلادي قد يختلف يتفق ومتداد واسكم سوحد جيداني لبا حريق سوحد تدريب تاني لا يسكى لبعض كون جملة جملة سماء من كل كلمتين لو أن أري حقا هو سك قرن كقرن أردن
جملة كسمية لا تقل الجملة جملة كيراني عن خمس كلمات سن أري إما قوم تختلف لغاته ميك لدوانتها يؤمن محمد يعني أوره من النبي محمد بعث الرسول بو إلهي صدرة صالحان ينقاد الإسلام إسلام إسلام كوه كسمي يفرق الرسل رسول كلا صعيد مثلا أنزل القرآن بسودتي أريد شطر أورا حيث ودر كسا وإما قسم إلا سوش الحال لو قمت لقلين ما دام حرق أسود حيو لكن ما هو إيه مدول بالجملة كسمية شن أريها ككوبنا طوغيرا ملاحظة نحوية إما كما هو إيه وملعسي إيه تلا حاجة نحوية ده جمع التكسير بانك هالين أمركا جمع التكسير هذا هو محي جمع تشبي جمع تشبي هو إيه ما هو أري أم هو كلمة دلت المامة يا على أكثر إنك فربضا من السنين لبأ أو سنتين أمل لبددك مع تغيير سورة مفرده يضم وقالك يتواق بمفرد كيس وحلقة بدليه ومفرد كيس وحلقة بدلا وهو يسمى جمع وحو جمع نغضا للعاقل مد وحكا لقرنية ومثلا ضد أو كراء يولي غير العاقل مد أن وحكا لقرنين ومثلا أما حيوان بها نغضو أما ها نغضو يعني بطير يلكن وحنا نولين با مذكرا وحلا بها نغضو أو مؤنثا وحدة دي وجمع وجودها وين أخذ وح عقل لي وح عقل لهم بوا لقو جمعية لب يدك بوا لقو جمعية أدرس برا ولاحظ نفسه طفلون أخذ أنا ير أطفال إنما ير عروير ير إنما ير أما عروير ير مركا أفسه واقع عقل لها طفلون أطفال طبق وصحن أطباق صحن صوت وريك أشواط وريقيو وح يبان عقل لها إنين نورين با شهر وابل أشهر بلو وهي بعض عقلي هنا وقتي يسوون الزمن كأداء أفرز الدواء ودو أدوية دووي وهي بعض يقولون عقلي اللهين نشاط وشقه يفرف عوران أنشطة شقوين يقولون هي بعض عقلي اللهين مسجد مساجد مساجد مسجد مساجد مساجد ولا قسم عنها فلا أفرزه وهي بعض عقلي هنا مكان كبيت قري بيوت قريه ومكان يقولون ما له عقل ما بلد وطن بلدان وضمه يقولون واساس أخرى وضل يدلوا عقل ما له طالب أرضي طلاب أرضي وهو حقل لها وأرضي طالب أرضي طلاب أرضي فائدة وح وحتر له فوائد وحياب وحتر له مركب قواسنا وكون عقل لهين جبل بور جبال بور يجون وحنا عقل لهين تدريب ثاني تدريب واحد لا يزكى كوباد سلب بين الكلمتين متفقتين في الوزن وحاسبوح ده لبدا كلمدود اسكوميت كقاء حاجة ميزانك إيك ميلا كود حركة ميلا كود خيبن أي هذا ميل والبا واحد كلين حركة إسكوميلا هي السكون إسكوميلا يعني فتحة هي فتحة هي ميل كود ليه كسر هي كسر ضم هي ضم مركز إسكوميزا نقولين أطباق واحد إسكوميلا هن أسواق أطباق واسحونتا أسواق ونوصو غيادة صفن واحد إسكوميلا هن ميزان ودويه صحف أو مثلا كتب تيا ويا مساجد واحد إسكوميلا محايها مساجد ومساجد متاحف وجمع متحف وماش هذه الشهر هداه يرقن كيو حال وهايو ويا بيوت وحا اسكو ميزانين خطوط وحرقيدا بيوتنا وغريه علماء واظنهم كيا وحا اسكو مارت ميزانين زملاء وصاحبدا رقاب وحا اسكو ميزانين جبال وبورها فرص وشانسيدا لهره اي قلقا فايستا وحا اسكو ميزان غرف وجمع غرفتين وقللك غريها اما مخسنه تدريب ثاني لا يسك لبعض هاتي واحد كأنت جمع تكسير جمع تكسير كدك لما يأتي واحد صوت صعودة صوت طالب معها طلاب بعد جمع زيهاي وعالم علماء ونغنية جبل جبال وي غرفة غرف وي شوط أشواط وي سوق أسواق وي صديق أصدقاء وي خيمة خيام يلا لها تانويك ويهاي حصة وحلق وحبر سدا حصة يلا قلت جمعية نشاط أنشطة وين جمك صومرنا تدريب ثالث ولا يسر الدحال هاتي مفرد الكلمات التالية كلمة ذا نمفرد جودة كين واحد أطفال صومها طفل ما لقوش معنيه متاحف متحف ما لقوش معنيه عفوا أطفال مفرد جودة محي وطفل متاحف مفرد جودة محي ومت ومتحف نوي متحف ثلاثة أقلام مفرد جودة قلم وياه أربعة طوابع مفرد جودة طابع ويان خمسة مدارس وحوي مفرد مدرسة مراحل مفرد كده وحوي مرحلة علوم مفرد وعلم وسائل وحوي مفرد وسيلة مفرد كده وزملاء مفرد وزميل
أسماء مفرد كذو اسم كوانا مفرد كذو كين لماذا أسلم كارلوس منكي كارلوس إنه سومرني هو إسلامي محو إسلامي بوكود اسميث نكلا إلى هذا وحيري رأيت وحنا الكي اليوم ما أنت كارلوس نكلا ورجري ويدخل المسجد مساجد قليان الكي من قاربوها تبا نكو كلاو قاربا لي وانكو مساجد قليان الكي ماذا حدث محارعي محانك مساجد قيي ديفيد نكلا إلى بايري لقد أسلم كارلوس كارلوس هو إسلامي وهو يسو يسلي في هذا المسجد مساجد كانوا كتو كذا بانتظام سهب يسنو تشوكتا أي صلاة الله وقلت كذا مساجد كان سميث بايري لماذا دخل كارلوس في الإسلام والوحا كارلوس في الإسلام في دينة الإسلام كقليه وامحي تيفيد بايحو لها هو قادم واكن كسو صعودة من المسجد المساجد كان كسو صعودة ويعني هيا نسأل هيا إن كان نسألها أن ويدين سؤاشا ونحن محايا إسلام كقليه سميث بايحو لحال أسلامتا مياد إسلامتا حقا من أهانتي مسجد نبا وعضو إسلامتا يا كارلوس كارلوسو كارلوس روحه نعمها أسلمت وأنا إسلامي أنا روح سيدنا بابا إسلام والحمد لله إله بارم هلا سرهم آ يعني دين الإسلام خوقاته وارم كارهم بابو الإسلام المضو نزول هوا يجرهم أو إله درت من دين توقاته إله بارم نقوم هم نقيا تعرف تبالي ما الذي جعلك تسلم وروح كار لجاي هنا الإسلام تكو كل في هذه إله ما كو خصبي إسلام المضو وامحي كارلوس روحه أشياء كثيرة تون واش وحياة بدن ما هو يحكي ليه ووحي يا بدر مكان سجي منها وح كمدة وصف القرآن قرآن قوت المامي للجنين أورشيفك في بدن أمه علاشه يدي كتير المهير أندلن أو قرآن قوت المامي بار كمدة وحي يا بحنو إسلامي أقران خورهمي وايبود أنا طبيب أنا دكتور بان هاي وأعرف وأنا قانا هذا الأمر أنت وما قانا علمه سد أقرأ يسد أبلابه وأنا قانا جاء القرآن القرآن كويمد بهذا الوصف تلمان تختار علم السينس كما شيغي قرآن كا كيني قبل أكثر من 1400 سنة كهر كن أفر بقول أوسنا كهر بو إسلام إلى قرآن كتلمان إلما هيري سيد أغو كرا علوش هو يدا وأثبت العلم وحا عدي أوسوغي أقونت الحديث عصب السينس كهذه الحقيقة أرنتا نبتا إسلام كن أفر بقول أوسنا وقت أن علم سينس بتشر وعدي أيامك وعدي علم غني ويابا وحقوق تبع كمته. سميث بايل وهل هناك أسباب أخرى سبب كلمة شيران هذا وجعلت أدي الكارثة تسلمنا لسلامته أنت مو يعني وحسبوا كلام هايزا كار سوحر النعمها واي شيران كوكرنا فالإسلام إسلامه يدعوه حقوق باقية إلى الصدق إيرهم تلاشيغو ولا أمانة إن أمانة الإلاليو أن خيانة الله إسكا إلاليو والعدل القرصوري إحلى آلية سنان أي إسلام كباقية والمساواة تطلقنا سنادان والسلام النبقلي إسلام كباقية وعبادة رب واحد إله كلين لعابدو كباقية لقد أسلمت وان إسلام بعد قراءات أخرس يبضا وعديدة تربضا يو دراسات علم بارسيو آدو بضنو عميقة حال دير وقنفق مكان سلق وطدير إسلام كباري إسلامان إسلامي تيف تحد عرنا واحد أنا جن نودي بتاع إرجس أهانية أمانة هن بعض الكتب كتب تقار كمدة والدراسات علم بارسية دي أصلا ميسي قار كمدة التي كتبتي علم بارسية قرأت هذا ضوء داخلي أتكبرت إسلامك فأنا جن قار نسي وأقوى كلون يكون إسلام هين لبضني كارس بيحول بكل سرور وارين الدين دي بيا أنا جو آد وفرح سن فرح ما يسترن إن الدين ديو فلدي واحد أكثر إذا أون هيا كتب كثيرة كتب فربضن وعن الإسلام دين الإسلام كشيء كيرس سميث بوحول هل هي موجودة الآن؟ إما كم هي تالا كتبت أو هيسا؟ كارلوس بوحول نعمها تفضل معي إيسو راع عنك إلى البيت يقولي إيسو راع لأن تناول شانو عبنه بعض القهوة وحقا بنا أيين وذا عبد دونا ونتحدث عن كشيء كيسن دونا عن الإسلام الإسلام كروان كشيء كيسن دونا أنت يقولي تغنو وأعطيتكما وأعطيكما وحنا نسين دونا دبنا مركا الكتب كتبت الإسلام كشيء كينيا أيان نسين دونا ديفيد بوحولي هيا بنا إن كان أنقولي كارلوس تغني استيعاب هذا هو فهم الفهم يو مهاشي كذا أنك سو شيء كيني تدريب واحد ليس ككوبات بعلامة صواب علامة صحة كقر أو علامة خطأ أما تغلط ككقر ثم صح الخطأ دبنا خطأ أي خلط كصحة ضو أسلم كارلوس هو إسلامي وهو يسلي وتو كذا بنتي دام السحابة يسون أو أن ترتريد لهين
الآن إمكا تاس واسع أسلام كارلوس كارلوس وحو كو إسلامي بسبب وصف القرآن للطفل المها يرى علاش كجرة قرآن كأطر مامي وكمد بيها هيدا تاسنا وحوي واسع الإسلام يدعو وحو إسلام وقباقي عالمك للعدل عدالة إحلاءان والمساواة إنه مضو مخلوق كو سمي هاي اسمي هي عدالة إسلامك وأنا كريسرين إلو كلب فضل بديه عبسيد إلهي وكلية أربعة أسلام كارلوس كارلوس إسلامي ثم أصبح طبيبا تبنى دخربون نقضي فاسوا غلط سوى مرك ربنا اختره أي إسلامي خمس أعضاء كارلوس وحسي سميث وديفيد وحوليوي كتبا عن الدب كتبا عاصمات كور رمزة وقلت وحسي وحوليوي كتبا عن الإسلام كتب إسلام كشي كينس تدريب تاني ليلس كالباد أجب كالجواب باختصار سكوبا عما يلي وحصوص عضا واحد لماذا دخل كارلوس المسجد مساكم كم فوق قلي لأنه أسلم تهو إسلامي اتنين مسألة كارلوس أول من ديفيد أم إسميث كقفك ملك هروح ويدي أم إسميث فهو ريمس ديفيد إسميث فهو سؤاش بلا كبرا أبي أقول هل أسلمت حقا يا كارلوس إسلام كوري ثلاثة ما الذي جعله يسلم ما هكذا جاي إنه إسلامه ما هكذا جاي أشياء كثيرة باكر دكتي أو أي كمية منها وصف القرآن للجنين في بدن أمه باكر كمية هاي خمسة ماذا طلب ديفيد من كارلوس محو كيف محو كعطري ديفيد كارلوس أن يعطي بعض الكتب التي تتحدث عن الإسلام إنه قارو ليبو ستة هل وافق كارلوس بكل راعي نعم وكل راعي كيف عرفت ذلك سيد كبرتي يعني قرأنا من النص باندك آخرني هو ممكن يزود ديبا مفردات وأريو تدريب واحد لا يزكى كوباد سلب هنا كلمة والتعريف المناسب واحد يسكحر ده كلمة ديو تعريف ركوها بون واحد أعاره وإرجسي إرجس وودي واشيل وودي وحلا إلى هذا تام عن هيدو ذلك قبوا أعضاه أشياء لمدة شيء جوسي إنه مدة صاحيسته وإرجسه وكا المساواة اثنين والمساواة مساواة ما حلا إلى هذا وحوي ووق قبوا الله تفرق بين الناس تذكرات كل سوء عبارة عن مساواة إذا تقصين هذا حقوق ذودا واتهاي الحرب وثلاثة الحرب الدجال دجال وامحي هذا قبوا أي تقاتل الناس تذكرين الدجال لمان الصدق فنت وامحي يدنا ألف قبوا أن تقول الحقيقة ولا فنت الشيكتة فنت قه هذا شاء ونضح عن فنت قه هذا أسلم وامحي بعض قبوا دخل في الإسلام دين في الإسلام كون قري العدل وامحي وهو عدل قلنا ألا تظلم أحدا إن أتقفنا الظلمين وواحد قال ترى الظلم العدل والإحسان باكر العدل والقف حقي سأنسيسه الإحسان ولا الغوص ومفسوح عن الله ناتيسه الظلم ولا الحقي سكقاطر مركا أن تظلم أحد القفن الحقي سكقاطر يا عدل الليلة كرسوك قفل ويح حقي سون هلو تدريب تاني إملأ الفراغ الفراغ ماذا برنام بوحي بالكلمة المناسبة كلمة هبون كوب بوحي من القائمة ليس كالكهر رأي كسوقات واحد كثير من الناس بارك القرن صدح لا أريد سوقات مرة هذا نساء أسلم وحى إسلامي كثير إن بدن ومن الناس تكملة توضع مثال سوقات نساء اثنين دين عام بدن نساء دين عام ها سوقات نساء الإسلام إسلامه دين عام ودين عالمية ودون قرن كذا حيث صديقي أحمد ويا صديقي أحمد صاحبك أحمد مسلم ومن مسلم واتهي الطالب المدرس يسأل وحو ويدينيا الطالب أرضه المدرس المدرس معلم كيف يسأل ويدينيا اثنين هذا مفيد مارك القرن هذا ليس هذا سؤال تنوى سؤال مفيد محتر له ثلاثة أنا عن أسرتي وي وهذا أنا مسؤول أنا كم مسؤولة عن أسرتي قويس كود أو حل كود أنا قاضي أصوات إما كان هو رواقيه وهو الأصوات هذه التقاء ساكنين لبا اري اور هيبن ايا اسكو خيغا تدريب وا لايس اضبط حركه اواخر الكلمات كلمه حقو دنبه التي تحتها خط كو وحريق كو صغريهي بشكل حركه صار كما تنطقها ساد او هادليسو ساد او دواقيسو حركه اسكو دواقيسو قر يدو قرن الى حركته وا لو دواقاي وا كاميدا من الله العلم حق الهي وكين من سومها وا خد دويسا نونك maxaa korooga keenay ila min wala reebi jiray iltaqaa saakinin ba keenay oo laam ka reeban min allah ba markaan noqonaysan hal tufaddilu ashaya miyad door bidood ci ashay saaha ya abitaankiisa hal wala reebi ya imka hadana tan kala furiso hal taamu jaayiz hal taamu jaayiz untadi ma diyaar ba imka maxay isku dhaceen laba laam ba isku dhacay laamta taam ku jira
يلام كان كله دبنا وال هوز التقاو ساكنين هالي بعد قرص مركه هالي حركين عن العلم لا تبتعد أقونتها كف وجان عن العلم لا تبتعد أقونتها كف وجان وحبرش رجع عن تقوي إخدا عني بعد قرص ما هذا عي عم به هيدا التقاو ساكنين ما دعي الله مخرب ما قدم بهيا من الطبيب دكتور قوا كما إخدا قوا كما دكتور من صومهين ماني بعد قرص ماني الطبيب way wax isku dhacay wax isku dhacay laam khataada ku id qaaman iyo nuunkii baa isku dhacay mani baad ma ka wanaysan man hada kan isagu siis baa lagu qoray eeg waa iska reeban man hada kan waa kuma mani tabiib ka horna maadaama ay isku dhacay inta qowsa karin xaraka la saaraya waan hadii laba xaraf oo reeban isku beegmaan ama mid baa la jaraa ama xaraka la saara hadaanay waqfi ahayn سبعة من بلدنا هذا وضن كيغن هذا من تساس عليه تبدأ مكاسو عليه من بلدنا هذا وضن كيغن ويدخل البيت كوريك قال ادخل البيت ادخل البيت كوريك قال مركاو التقى ساكنا بارعي لام قوله ادخل ال ادخل البيت كوريك قال لابد الله بس ودعي والله خده يا مركا والله هوسته يا لام ادخل غرفة الجلوس واحد قصة قولك فرده كايستك اللام كسيسي والله حركين قالوا ربية والتقاو ساكين مجرو اشرب الشاي اشرب الشاي شاه عب بعد والله هوسته يا وهي واحد سكود عين لام كتنبور ريبا شين كويت قال اشرب اشرب شاي صومين تاوري اشرب ماء بيعب اشرب سيدة تنلو ربي والتقى ساكنين مجر وعقوتو سياتي التقى ساكنين كلا يدتك لي واسفر بريال قدم الخير للناس تدك خير كسير قدم الخير تدك خير كسير للناس تدك سير خير قدم اي اهيد اللهم قرر بمبس قول عين تبدنا ميم كالهوز تبقى قدم الخير للناس تدك خير كسير ملاحظة النحوية تنوحوية اما خير كور ريسي يعني oo iska hormaray dadka iska horaysi mulaahada nahwiye imkana waxa weyn waa jaleeco iyo maartay u fiirsi xagga nahwada jamal maanaas salim jamci dadiga aha ayaan imkana tilmaamayna i'raabu jamal maanaas salim i'raabta jamca maanaas salim i'raabta san tilmaamayna yurfa'u wa la guda jamal maanaas salimu jamca maanaas salim waxa lagu guda bid damati dama lagu guda oo yusub waxa lagu qordhaba oo way jarru lagu hoosaba fil kasrati hoos dhowa labadaba u noqda ادرس برا والله حدنا فرسو قيبت ألف كوي كردبان تاي قيبت بعضنا قيبت ألف كوي قدن تاي قيبت بعضنا كردبان تاي قيبت جيم كنا ويهوست بان تاي مالكا بعد يه جيم كو لابد وهوست أم باسار وحلوك لقرتا عاملك حركة لنا يلوك لقرتا الطالبات هبليه أرديد أها ناجحات ويقوليستين لابد وجمع وانصاني ويقولين وضغتا في المدن مقالوين كوحا كوي على مستشفيات دخترها كوي على واوين مستشفيات وجع مع نصارم مركا دمع لوجودية سافرت الطبيبات وها سفري وصعد على بحي ثم كده اختر لها الطبيبات وجع مع نصارم ورفع علكي تبدو والوجودية فحصت الطبيبة المريضات كمان اخترت الوحي بعده ثم ركبك المريضات مركا هو مفعولك وانا الله هوست بيهدنا العمال شقاره يحملون وحي زيدان الحاويات وعزان هامها لو قرى قشنك الحاويات يا قادة الحاويات وجمع نصارم جمع حاوية دوا ديدنا هوصو واخر روا لا أحب أنو متعلي على كلاتي سريعة عمتوين كدك دك لقعونا ميلاهو دالديوها على كلاتي جمع أكلة وجمع نصارم هوصو واخر روا جين أسلمت وحن إسلامي بعد قراءات عميقة مركي أنسمي أخريسي حال دير مركي أنسمي بون دير إن مارتي آدو أخريوح قراءات جمع قراءة وي وجمع من الصالب وهوست بنتهاي ومدافليه كسرها هوستوا تنتوضع لأداء الصلوات ونويسيسننا سان صلاتها وتكنو أما صلاتها تكشدودا ونويسيسننا الصلوات ومدافليه وأنا جمع صلاة وجمع من الصالب هوستوا كرو يا هوستوا قصا وع هوستوا وصح سافروا كسفرة أو كسعدارك حيزة بالسيارات بابورضة جمع سيارة وجاري سيارات وجمع من الصالب فهذا لو هوستوي هوستوغا وعلامة
تدريب والله حول أوريجي المفرد المؤنث مفرد كذا دقي إلى جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم أوريجي ثم مضبط آخره حقي صدمة كحركة بالشكل حركة صار كما في المثال سوت صارها قراءة المجلة جرائد كبار نخري قراءة المجلات أخذ وقاس سا أبدل وحركة مسار اثنين الطائرة في المطار طائرة ديارة دي مطار كيف فرده واحدة الطائرات في المطار ديارة واحد فردهان قرونك ايربوت ثلاثة نذهب إلى العمل بالسيارة وحن قطقنا شغلة قاري قان قطقنا وحن قطقنا نذهب إلى العمل بالسيارات وحن قطقنا بابورت أربعة في بلدي جامعة حديثة وطنقي وحا قطالة جامعة عصب أي قطالة في بلدي جامعات حديثات وحكوية لا تامع عصب أي خمسة نجحت التلميذة أرديت وحكو قوليستي في الاختبار امتحانك وحضرت نجحت التلميذات في الاختبار بحكو قوليستي ستة تناولت تفاحة وحن عني حبة تفاحة قبل الفطور قراءة كور وحضرت تناولت تفاحات مرد تفاحة صعني قبل الفطور قراءة كور فهم المسموع يمكن أحوهي إن لفهمه وحل مقليه أمال دقي سنيه إن لفهمه وعشرة مقل دقي يسو استمع دقي يسو إلى النص هذا الكن دقي يسو ثم اختر واحد دورته الجواب الصحيح جواب الصحيح بعض دوره سأل دورنا سواء سيدي بوضع دائرة واحد دقي سا قابو يدقرين سا قابة كورة تشريسة حول الحرف المناسب حرف كجواب تكوها بون جواب تكوها بون صحيح حرف كيدا قابة قل وقور ما تقرين إذا ومرك شريط كدقيسته أسكنوا يسكنوا واحد دقيهين أكثر المسلمين مسلمين أنتوا ضبطني في الجنوب والشمال في الجنوب والشمال واحد دقيهين كونفورت أيو قويق الدوية بآسيا أيو بديهين جيم السين تشينا أيو بديهين آسيا أيو بديهين المسلمين تدقان كود اثنين الشعوب الإسلامية تتفق وحا يسكيدا متهاي ومضاها إسلامكو في وألف اللغات حق اللغاتها باء الألوان حق مدبضة جيم العبادات حق عبادات عبادة في اسجميني أول الرسل فسوش واحد وقوه الرئي إلى هاي صادره واحد محمد عليه السلام نبي محمد باء نوح عليه السلام نبي نوح جيم آدم عليه السلام نبي آدم نوح بقوه الرئي نوح رسول بوها آدم نه نبي آدم نبي بوها نبي رسول وكردوين أربعة يؤمن المسلمون مسلمين توحي رميسيهين باء ألف كل الرسل رسل الله رميسيه قف مسلم كي رسول الله رميسيه باء محمد فقط نبي محمد قل رميسيه جيم محمد وعيسى فقط من نبي محمد نبي عيسى قل رميسيه هذا صحيح كل الرسل بعد ما كان صحيح قف صو مسلم كي رسول كستوي له صدري ورميسيه أمر بوكو قبا إنه وضع رميد ما أنتوا خمسة أفضل الناس في الإسلام تذكر وقف فضل قبل الإسلام كحوي الأغنياء تذكر مال ألف أغنياء تذكر مال قمانكا باء الفقراء تذكر محيصة تلا جيم أهل التقوى قوة عبسدا إلهي أبداً وقوضاً بيالا صحيح يا مركا أما غني هذا مفقير هذا أهل التقوى أيها وفضل بضاً تكلمي مكان هذا البوكوري تدريب واحد ليس الكوبات ماذا تقول محاد كلها في المواقف التالية كو آمد صوص عضا محاد كورنيسا نشاد ثنائي وحوي ونشاد أمواشقو لبقي السودل على بقفة كوض هالله واحد تريد وحدونيسا أن تدعو إلى ضياله شخصا للإسلام قف با دوس دين الاسلام كان دو باقدو انا مسلم با اهين مركا ما حال كقبتا ما وناسنت ما عمل في عمام سما وعمل في عن اثنين تضرب من شخص قف با دونيسا ان يعرفك ان يعرفك انه كبره بالاسلام دينته انه كبره قفك دونيسا ثلاثه تزال شخصا شخص يود وديسنسا عن كتب كتب انه كسيو تتحدث عن الاسلام كورميسا دينته اسلامك او باللغتك افكارك كقرن أربعة شخص يسألك قف با كويديي عن بعض المسلمين مسلمين تقاربوا كاوريسي الذين فواصل الله يعملون بالإسلام هذا دين الإسلام كان كده قمينين خمسة شخص يسألك قف با كويديني كيف يحافظ سوء إلى شنكره على دينه دين تيسا في هذا العصر الوقت يلي مكلا تشوقه ستة شخص يسألك قف با كاوريسانيا وحكاويدي عن مستقبل الإسلام إسلامكم في خطة مبين دونا أي قف كويديني تبقى أنه واحد يقول شواب الهيد تدريب ثاني ناقش الموضوع كلا الضوط أو كلا شيء كيسو موضوع أم عوانك التالية يسوس عضا مع زملائك صاحبها ونساط الفريق هذين الزملاء تطبق لما كقيب قرية محاك هو سكور إسان
مراحل الجنين مرحلتها أمره أورتشيفكو المها كتير على وش هو يدو في بدن أمي مركو على وش هو يدي كتيره بالكش يا كيس مراحلها القرآن الكريم سو القرآن الكريم كوجه الله هلك أكو قرة ألف باء جيم دالها شنطة قدم كقر مراحل الجنين هذا في بدن أمي مكاي تاعي واحد كقر يسأل مكنا العلم الحديث علم كان عصبة ساينسكو سد وجه اللهنا شن قدم كشين القرآن كسو وجه اللهنا شن قدم كشين واسكم دوا يسوافق سيني تهيئة وديار قرين فكر وكفر فكر في الإجابة الجواب تكبر حنيسو عن أسئلة التالية سؤالها صو صعدة ما أركان الإسلام دين الإسلام كا أركان الإسلام هو محي أسر كيسبة اثنين ما ركن هو محي ركن قال الذي ركن قال صو دين الإسلام كامل ويؤديه المسلم قف مسلم كود وصمايو خمس مرات في اليوم شنقور معنتي كازوا ركن قال بعض هو صلاة ثلاثة من ركن هو محر ركن الذي ركن أما تيرك يعطيه وبحيه فيه تيرك الحديثة المسلم وقفه مسلم كي مالا يسمونه وحوي وركن جا أسد هذا وزد كذا أربعة من ركن هو محر ركن الذي ركن جاسو لا يصح أرسو ربي أداؤه إن لي ما دابا إلا في مقتين مقلة تجمعيان وركن جا سنادو يسمونه وحجك أركان الإسلام الخمسة طبعا عن قتل ما أركان الإسلام كشنطة قال الرسول صلى الله عليه وسلم رسول كوحو يري بني الإسلام دين الإسلام كوحا لقول يسلو قوتمي ويكو تاقنتهي على خمس شم شهادة أن لا إله إلا الله قف وأرمر خاتف فراه وأؤمنا إلهي موي إله كالوحق لقو عابدا إنانو عالم كان كتيرين وأن محمد ميلا لنا كتيرين ميلا لنا وأن محمدا محمدنا رسول الله رسول كي إلهي إنو يهي وهل قضب ويقام الصلاة ونقفك الصلاة ودداله وقضب وارونك اللبات ويتعيز ذكات سكتين بحيه وارونك الصدحات وحج البيت كعبة السواحات وارونك السنة انت بضانا كارتات بيه يوصمم رمضان بس رمضان سوم كده ويساقه الرئيو كأفراد وهذا كاسي تعريف واتلمان لقى بحيه بأركان الإسلام تيرارك الإسلام أركن الأول كهران سواق قادم الشهادة الثاني لبضا مرخاتفر قفك مرخاتيك كي يحوي لا إله إلا الله قفك مرخاتفر إياه إله مويه إله كريم نشرين أو آمين إياه محمد رسول الله محمد رسول الله إياه أي قف مرقات خن قنيا وهم الله بذا سبحانه مفتاح الدخول ومفتاح لغو صقره إلى الإسلام دين الإسلام فمن قالهما قف الله بذا أري إلى هذا آمين أرهم إياه فقد دخل في الإسلام دين الإسلام هو صقره أرجو ثاني ركن الله بذا سبحانه الصلاة والصلاة وهي صلاتنا عمود الدين وتيرك الدين تكتها جنتها قال صلى الله عليه وسلم رسولك وحولي رأس الأمر أرنت وحا أو مضح أرنت الدين إسلامك الإسلام قفه نورتين إسلامه وقول هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول نقفه له وحن مرخات فريا إلهي ألك إلى رجل وحن مرخات كاهي رسولني يهي محمد الرسول إلهي وعمود تيرك وكتاني يهي إسلامك وأصلاة صلاة وأوضب لحادك ودروة سنامه كروسك إسلام كله يهي بارك أسره ذروه وحوي سلام كنوا كورسك ذروه نوا بارك سره أجزك أه إنه قرته كسي سره يا هل كوجس سره سارو وحوي إسلامك الجهاد في سبيل الله إنه قف الدين تلهي قدقالمه وهي هذا يده وصلاة أول ما يحاسبه ووح أهره يا إلا جح سابي عليه شيقة العبد أضونك يوم القيامة ثمانية قيامها قال صلى الله عليه وسلم رسول كوحي لي أول ما يحاسب عليه العبد شيقة أهره يا إلا جح سابني أضونك يوم القيامة مانت قيامها الصلاة والصلاة فإن صلوح تطيف عناته صلوح وحا ولا يسناد سائر عملي عمل كيس انت حرده أورد منه ولا يسناد وإن فسد تطيف حماة صلاتنا فسد وحا حماة سائر عملي عمل كيس انت صلوح حرده أورد منه ويحماتا وصلوات صلاة خمس واسا صلاة الظهر عفوا صلاة الفجر مدوى صلاة الصبح إيو والظهر صلاة الظهر والعصر صلاة عصر والمغرب صلاة مغربك والعشاء يا عشائك وللصلاة أوقاتهم صلاة واحدة حليه معينة قارة أو جونية قال له تعالى إلهي بايري إن الصلاة صلاة كانت واحدة أهاتي ويكتها على المؤمنين المؤمنين كتابا وقرارا وواجب موقوتا لوقتي وحليه على النافكرين الركن الثالث وحتى تلك الصدحات الزكاة والزكاة وهي الزكاة وحوي ما يخرج وحو بحيو المسلم منقفه مسلم كيه من المال حريص وكبحيو أو سيئة أيو إلى الفقراء يدتك أباهن قال تعالى هاي بايري خذ واحد كقادر نبي محمد صلوات الله وسلام عليه من أموالهم يدتك حوله هذا صدقة صدقة زكاة وواجبة وتطهرهم أدخلنا دي في سئيقة وتزكيهم أدخلنا دي في نسدتك بها صدقة تدخل بحنايا يدمك لك ميريا أرغن الرابع قضبك تيرك أفراد وحوي
الصيام والصوم وهو الصوم وحلا إلى هذا أن يترك يونس كدايو الإنسان قفه شهوته البطن والفرجي فرجي لبضة تعيل نفسي ستعيش هاي من أعورك ويهي من إبت ويهي وهو عون لها يقى المضي أو يسكدايو إلى هدمة هدمة بلابية من الفجر ملك واقو بريو بلابية إلى غروب الشمس انت عبادو دعيسو أفتي سوحك قلنا ويسكى إلى لنا إبتي سنة وإلى لنا قال تعالى له وحولي يا أيها الذين آمنوا أو الذين بكورهم أيه كتب عليكم الصيام وحالي دي كواتي بصوم كما كتب سلو قواتي على الذين من قبلكم كوي ديكي دي كوهر ييبا ومضيه هربا إذن كلا يدكم بلا بصوم وعبادة شريسي وليقيد لعلكم تتقون سادر هو قبقتان وليس سائم قفق صومني وحولي هاي أجر عظيم أبال وين بو هلي قفق صومني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كايد من صام رمضان بشر رمضان قفق صوما إيمانا نسقوا إله رميسن واحتسابا أبال الدونية أجل إله كالدونية وفر الله وحل الله رافا ما تقدم وحي حروم مري أردن ومن دبه دم بقيسية وحل السمائي أوقفه مسلم كأوقف عن جمع دافن ما بجره أرغم الخامس رغم كالسناد الحج وحجك واتير كالسناد ويوضن بي ويكون في مكة مكة يقرع عائسه وكم هو إيه ما يخلقه مصور رقه لأداء المناسك إن لقو قتو أعماش حجك خلقها. قال تعالى الهبل ولله إله وحو كليه على الناس ذاتك وحو كليه واجبها حج البيت إنه كعبادة تغان قولي كعبادة إنه تغان ونسى داع إليه سبيلا قفك كريه إيتال كيدا له إسحيدنا هايستا جاديد كان أو هايستا لقالوا كتغي لها هايستا ويجب الحج حجه وحو واجب كيه على المسلم قفك مسلم كإله رميه مرة واحدة مركل يويه في العمر نلوشي صورا ولما وحويه لما نسى داع إليه سبيلا قفك انتنو لها أوضو هلا شروط هلا أمبا واجب كيهي وانا مركليا والله أعلم بسواب وبالله توفيق.